شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، موضوع غلاء المحروقات تطرقنا له كثير داخل هذه المؤسسة، والجواب ديالكم اليوم في واد والواقع المعاش في واد آخر. غير نهار السبت لاحظنا بأن كان واحد الارتفاع في الغازوال وفي البنزين. السيدة الوزيرة، احنا ما عرفناش واش هذا كان الدعم المهني اللي عطيته للسائق المهنيين هو اللي غادي يحل هذه الإشكالية. ما كنظن شيء غادي يكون هذاك هو الحل. راه المواطنين كيعانيوا بزاف، وكنبهكم لكل مرة بأن هذا الشيء راه كيهدد السلم الاجتماعي. السيدة الوزيرة، شنو غادي ديروا في هذا الغلاء اللي راها كتعيشوا البلاد دابا؟ شفتوا بان ماتيشا وصلت ل 12 درهم، بطاطا والبصله 9 دراهم، 10 دراهم، البيض 30 ريال، وراه هادو هما المواد اللي كيعيش بهم المواطن. جوج المواطنين المغاربه هما اللي كيعيشوا بهذا الشيء. شنو غيديروا المواطنين في ظل هذا الغلاء ورمضان على الابواب؟ واللي وراه ارتفاع المحروقات كيساهم بواحد الشكل كبير في ارتفاع هذه المواد الاساسيه. مع الأسف في غياب تام للحكومة، وكذلك ومع الأسف غياب بعض النقابات اللي تخلات على الدور ديالها، راه هادشي كله أدى إلى الأمراض، ارتفاع الأمراض النفسية، الانتحار، بصفة عامة تفكك الأسر المغربية. وهادشي راه كيأثر بزاف على السلم الاجتماعي. السيدة الوزيرة، شنو غادي تقدوا ديروا لنا في ظل هذا الغلاء؟ راه الآن ومن الضروري باش الكل يتحمل المسؤولية، أنتم كحكومة وكذلك النقابات وكذلك مجلس المنافسة. حنا كنواب غادي نوصلوا صوت الشعب. شكرا السيدة النائبة المحترمة، شكرا.